السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. النهاردة موضوع النهاردة يمكن مختلف، أول مرة أقول له حضراتكم عليه، أو ما عرفش حد قال كده عليه قبل كده على الموضوع ده، أو ما حدش قال. المهم هو أنا اكتشفت الطريقة ديت، فلازم من الأمانة إن أنا أقول لحضراتكم عليها. شوف حضرتك، دي حمامة، اللي هو الموضوع النهاردة اللي هو موضوع لو زغلول كبير وزغلول صغير نعمل ايه. احنا عملنا قبل كده، قلنا على ان طريقة ان انت تخيط البيضة بتاعينها الاولانية لحد ما الحمامة تبيض البيضة التانية وترجعها، لكن النهاردة طريقة تانية خالص. وفي مثلا ان احنا نزغط الزغلول الصغير، او نبدل الزغلول الصغير مع زغلول صغير تاني في حمامة تانية، لكن النهاردة هنقول كده. شوف حضرتك الحمامة وشها فين، الحمامة دايما نايمة على الزغلولين بنفس الطريقة كده، هي نايمة كده وشها دايما للخارج اهو، يعني الحيطة وراها اهو بتبقى وش الحمامة للخارج. ليه؟ عشان تدافع عن البيض بتاعها او الزغليل من الاعداء، فدايما وشها للخارج. فوشها للخارج في اقرب حاجة ليها الزغلول اللي في الخارج اهو، في زغلول في الخارج، فالزغلول اللي في الخارج ده بياخد حقه في التصغيط اكتر من الزغلول اللي جوه. بص حضرتك تابع معايا كويس، هي وشها اهو، تشوف الزغلول ده اكبر من الزغلول اللي جوه، لاحظ كده، لازم هو يكون اكبر من الزغلول اللي جوه. فاحنا طريقة بسيطة جدا، هنقوم مدخلين الزغلول اللي جوه، اللي بره ندخله جوه، واللي جوه نخرجه بره اهو. نراعي ان ناخد بالنا من اول يوم بنعمل الطريقه دي، كل ما نلاقي الزغلول اللي بره اكبر او شبعان عن اللي جوه نبدله، بس ده ما فيش اكتر من كده اللي هنعمله. نشوف حاجه تانية، نشوف هنا الاثنين دول، هي قامت لما شافتني الحمامه امهم، فاحنا هنعمل كده برضو، هنبدل اللي بره نخليها جوه واللي جوه نخليها بره. محد يقول لي لا لو جيت جنب الزغاليل ما قتش هتيجي جنبهم، لا ما تخافش مش هيتأثر في اي حاجة، انت بس بدل اللي جوه مكان اللي بره واللي بره مكان اللي جوه، وهو ان شاء الله مش هيحصل اي شيء وهتبقى احسن وهيكبرهم مع بعض. اهو حضرتكم جوز تاني نفس الطريقة، هو البيض يمكن ده طالق فائس الزغاليل دول بقالهم حوالي يومين، قرب شوية ونشوف عشان نشوف برضو زي ما نفس النظرية اللي انا بقولها ولا لا. وشوف حضرتك هتلاقي النظرية صح ان شاء الله، لو شفت عند حضرتك اهو الحيطة جوه اهي وهنا بره اهو، يعني ناحية بره. هنشوف بقى الزغلول الكبير فين، زي لو انا قلت لحضرتك لسه والله ما نقلتهم ولا عملت فيهم حاجة، يعني تتأكد من النظرية ان كانت صح ولا غلط. لو الزغلول اللي بره اكبر من اللي جوه اهو، نجيب اللي بره اهو، فين حضرتك اهو الزغلول اللي بره اهو جبته، والزغلول اللي جوه اهو. شوف حضرتك جوز الزغاليل ده اهو وده اهو، ده اللي كان جوه وده اللي بره، هنلاحظ الفرق، اللي بره اكبر من اللي جوه، اللي بره ناحية دماغ الحمامة وهي نايمة، هي بتنام دماغها كده تبقى ناحية الزغلول الكبير. فانا هبدل اخلي الزغلول الكبير جوه، الزغلول الكبير جوه والصغير بره، ما تخافش حضرتك. حد ممكن من غوال قدام يقول لي ده طريقة ساذجة جدا، اقول له الطرق البسيطة اللي بتستقل بيها احيانا هي اللي بتنفع اكتر من الطرق العائدة، مش لازم تكون طريقة معقدة. يعني هنا هنا بيض، هنا مفيش، بنتابع نشوف لو في حاجة فاسة بنفس الطريقة نعمل كده، مفيش اهو ده بيض لسه. المهم جرب الطريقة دي وان شاء الله تعجبك، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.